انقطعت الاتصالات، هناك قصف في عدة مواقع، ربما نحن واقفين الآن يتم قصف أي موقع على الدخان الذي يتصاعد من مكان الانفجار. ربما نحدد نوعا ما مكان القصف فنوجه سيارات الإسعاف، حتى سيارات الإسعاف التي تخرج لمكان الاستهداف يتم يعني لا يوجد اتصال بيني وبين سيارة الإسعاف بسبب عدم وجود حتى اللاسلكيات. واحنا انقطع الاتصال عن العالم كله، لا احنا عارفين نتواصل، لا انترنت ولا جوال ولا وطنية ولا أي حاجة. احنا انقطعنا عن العالم كله، اعتبار المعزولين عن العالم، قطاع غزة معزول عن العالم. القصف بيصير جنبنا حوالينا هين وهين، ما بيقدروش يتوصلوا لنا، وين بيعرفوش القصف من وين اجالنا. حتى الناس لا تتصل في بعضها ولا تخبر في بعضها شو بيصير، حتى تعاون الاطفاء او تعاون الاسعافات ما يعرفوا وين في قتلى او في شهداء او في هذا او في مصابين انضرب هذا، حتى ما يسالوهم، حتى يموتوا في ارضهم. المصاب بيموت في ارضه والميت ميت. فهذه هون عندنا احنا الوضع عمالهم ما بضربوا، بيقولوا احنا ضربنا ودمرنا انفاق وعملنا ارجونا يا على الطبيعه، ارجونا على الطبيعه. ليش احنا تخبوه؟ ليش تسكروا على الاعلام؟ ارجونا الشيء اللي بتعملوه على الطبيعه. ليش بتخبوا الاطفال اللي بتقتلوهم؟ ليش بتقتلوا النساء؟